هدولة 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 مين؟ يا أخي نفسي أدخل كده عليك ألاقي بقى في الزبون عندك كل حاجة بدل البزار الفقري ده. هو ما في زباين، ما هو بوجود مين؟ عشان أنت طول الوقت موجود. طب وأنت بتعمل حسابات إيه دولة مادام مفيش زباين؟ بحسب كام زبون ما جاش النهاردة. حذر فنزر مين نفسه يقابلك. أفنزر؟ مين اخويا اللي عايز يقابلني؟ ده هيموت ويقابلك يا دولا، لو ما قابلتوش هيبقى ذنبه في رقبتك. ايوه يعني مين؟ اخلص. تا 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 تنش. دي المزيكا بتاعت قبل الاسم على طول. مين بقى؟ هشام الحرامي. هشام الحرامي اللي سرقني قبل كده؟ هو بعينه يا دولا. وعايز يقابلني عشان يرجع الفلوس طبعا. لا اوعى اوعى يا دولا تعمل معاه القله. قله ايه يا ابني؟ مش هو حرامي وسرق الفلوس عايز يرجعها الراجل ضميره صحي؟ نصيبه. نقعد بقى نبص في نصيب الاخرين. الاخرين؟ انت بتقول الاخرين يا رمزي؟ ماشي، امال عايز يقابلني عشان ايه؟ هو بقى دلوقتي يا دولا قاعد على القهوه ومستني بس اشاره كده اهو من صباع رجل كده اهو يقوم جاي على طول. يعني مستنيك انك انت تستاذني عشان يجي يقابلني وتروح تقول له يعني. مع ان كنت ممكن اجيبه عادي يعني، انا بس بكبره. لا والله مش كتير قوي يعني يا رمزي، مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه، بتكبرني قدام الحراميه ما شاء الله. روح ناديله يا رمزي. ربنا يخليك يا دولا، والله كنت عارف كده هون ان انت اهبل وهتسامحه. اهبل؟ قصدي يعني شاطر يعني. شاطر. ماشي، انت دايما بتسامحني يا دولا. ماشي، روح ناديله بسرعه وتعالى. انت مش دايما بتسامحني وانا بكسر الحاجات؟ انت هتقعد تعمل لي كده طول اليوم؟ روح ناديله اخلص. يا قمر يا قمر. ماشي. الو، بوليس الاداب. بوليس النجده. هشام حرامي، انا اهو انا اهو. يلا قوم يلا قوم بينا. ايه على فين؟ دول عاوز يشوفك بجد. ايوه يا عم، ده طار من الفرحه لما عرف. ده دول ده شكله طيب قوي قوي قوي، ده هبل مني يا راجل. يلا بقى. طب انت حكيت له عن مأساتي؟ حكيت له عن كل مأساتك. يلا بقى يا شيخ. طب استنى احاسب على الشاي. لا تحاسب ايه؟ يلا انت غبي، انت حرامي يعني تهرب من غير ما حد يشوفك؟ بجد؟ طب انا حرامي 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 حرامي. اتفضل اتفضل. ايش ده؟ مصاحب حرامي؟ مصاحب حرامي؟ يلا يا هشام، احب اعرفك الحرام. هشام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. ممكن اقعد؟ اتفضل اتفضل. ولو مش عاجبك الكرسي ده يا سيدي، انا ممكن اجيب لك كرسي معسل. روح هات لي يا ابني كرسي معسل من على القهوه يا ابني. ابو الواجب والله يا دولا. لا لا لا، انا ما بشيش. يا سلام، ما بتشرب شيشه؟ يا دولا ده حرامي ابن حلال قوي يا دولا ده. لا واضح طبعا من خطوطه، خطوطه كلها واضحه، ابيض يا اسود ما شاء الله. من حقي يا اتش، هو الخطوط دي بقى بيزنس ولا كارت؟ بص، مش وقته خالص، مش وقت. انا بلطف يعني يا دولا. لا ما تلطفش ما تلطفش. بلطف بلطف. ايه انهزر ولا ايه؟ هشام قول لي بقى، فلوس اللي انت سرقتها؟ لا سرقتها ايه؟ اللي انت اقتبستها يعني من الخزنه عندي، يعني على سبيل الاعاره يعني. الفلوس دي صرفتها كلها ولا لسه فاضل منها حاجه؟ والله يا استاذ عادل ما قعدت نص ساعه، جبت بنصهم ده ولا ابويا وامي، وبنصهم التاني جبت كسوه للسبع عيال. هي دول الفلوس بتفضل على حالها اليومين دولت؟ انا بخاطر بحياتي عشان ابويا وامي. امهم فين؟ امال ام العيال يعني؟ في السوق. في السوق؟ ماتت في السوق. ماتت دهست عربيه كار وهي بتجيب اكل للسبع عيال. عربيه كار وهي بتجيب الاكل، عربيه خبطتها فماتت. عربيه كار اللي هي محمار. ما نحكوش يا دول ساعتها. دول شفت كنا ظالمين، كنا ظالمين. طب وابوك وامك يعني ماتوا ولا عايشين ولا؟ عايشين الحمد لله. ده عنده سبع عيال يا دول، سبع عيال. غير ابوه وامه، غير ابوه وامه. سبع عيال وامهم وابوهم. يعني ابوك وامك بقى يعني ما دام عايشين معاك يعرفوا ان انت حرامي؟ لا دول ممكن يروحوا فيها يا استاذ عادل. لا 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 ان شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لك. ما تعملش كده. بقول لك ايه، بقول لك ايه، قوم بسرعه قوم بسرعه. قوم بسرعه. بص خد امسك دي، دول خليهم معاك دلوقتي، خليهم معاك دلوقتي. ولا دول خد. بص احنا
هنجري بسرعة من هنا لأن في ناس يعني أما عرفوا إن أنت جاي راحوا بلغوا البوليس يعني. إيه؟ بوليس؟ دول أوعى تكون أنت دول. لا أنا إيه هو حد يعرف إن هو جاي غيري؟ لا. طيب أمال إيه؟ يلا بسرعة 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 نجري من هنا قبل ما يجي السرينة السرينة بسرعة بسرعة خش على المخزن خش على المخزن يمين تعال 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 تعال. يا عيني مش لاقي لك صاحب يا رمزي. بالهنا والشفا يا سيدي. الله يهنيك. بصراحة أستاذ عادل أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا شكرني على إيه يعني؟ أنا صراحة أول مرة أعملها يعني إن أنا يعني حرامي ويسرقني وسامحه يعني صراحة حاجة غريبة أنا مستغربني يعني. يا ابني ما أنا قايل لك انتهى بالوقت السابق. ويا ابني قصدي يعني يا سبحان مغير الأحوال يا دولة. لا بجد أنتوا الاتنين عملتوا معايا الصح. ولسه هلا ولسه ايه يا ابني؟ ما انا خلاص ما بقاش عندي حاجه تسرق يعني. لا يا استاذ عادل انا لا يمكن اسرقك تاني، انا حرامي عندي مبدا. طب ومبداك ده كان فين لما جيت سرقتني؟ لا ما كانش لسه جه، انا المبدا جالي بعد ما سرقتك على طول. خساره، يا ريته جالك قبليها نص ساعه بس. بص بقى يا استاذ عادل انا عايزك تقف جنبي وتساعدني في السرقه. انا هقف جنبك. انا عايزك انت واستاذ عادل تقفوا جنبي وتجيبوا لي زباين. لا 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 لا, لا. هشام هشام ايه؟ لا كده زودتها قوي يعني. معلش يا استاذ عادل انت نسيت ولا ايه؟ ابويا اللي عنده القلب وامي اللي عندها الشلل والسبع عيال. معلش معلش خدش خدش خدش. كمان عايزك تعلمه السرقه؟ اه يا ستي ما هو حرامي بجح بقى لقاني بقى سكت لما هو سرقني قال بقى يسوق فيها يعني. ده مش حرامي ده مجنون. بس صدقي يعني بجد يا راني يعني صعب عليا. ما يصعبش عليك غالي يا بيبي. اه صعب بقى وخلاص. طب عملت ايه بعد كده؟ مفيش، بلغت طبعا البوليس. يعني بلغت البوليس طبعا. ايوه بعد ما بلغت البوليس ايه اللي حصل بقى؟ البوليس جه وقال ايه ده انت حرامي وراحوا ماسكينه من الهدوم كده معاملة حراميه يعني. خدوه بقى الاسم يعني. حلو بقى. طب و 555 جنيه يا رانيا؟ بقول لك ما حلتوش اللضا يا رانيا، يا عيني ده بيصرف انا ابوه وامه عيانين وعياله يا عيني مش لاقيين ياكلوا يعني يا رانيا. يعني 555 جنيه الحمد لله راحوا علينا. الحمد لله راحوا وعمرهم ما يرجعوا تاني. الحمد لله الحمد لله. دور لنا كده بقى دول يا سي. بس ايه معلم محمد عظمة الجزار؟ الله عليك يا دوله، ده لحمته التحفه. لحمته ايه؟ احنا رايحين نشتري منه، رايح يسرق المحل بتاعه. لا لا بلاش جزار بلاش جزار. ليه بلاش جزار؟ مش انت عايز حد يعني مشفي مريش؟ اصل ايديهم سبقهم على السكينه. ما قبل ما يمد ايده على السكينه تقوم انت مقلش المحل وجاري يا معلم. طب ارجوك ارجوك شوف لي حد جواهرجي. جواهرجي الله هو ده. شوف له حد جواهرجي يا دوله والنبي. جوهركي؟ شوفوا كده بس. ايه؟ محمد فص اللي هو عنده محل الجواهرجي اللي على الناصي عندنا. الله. وده بيقفل امتى؟ بيقفل يوم الجمعة. واجازته امتى؟ يوم الحد. يوم الحد يعني بياخد اجازة يوم الجمعة وبيقفل يوم الحد. بص مش ناقص غباوة، هو عموما يوميا بيقفل الساعة 10 بالليل. تقوم انت رايح له امتى بقى؟ الساعة 9 ونص بالظبط. هو رايح يشتري من عنده. يلا يلا بيقفل 10 و10 تقوم رايح له يا معلم. طفشتك في ايدك مفكك في جيبك ايوه عقلك في راسك تعرف خلاصك وخالتي وخالتك وتفرقوا العمال وقالوا للحرام احلف قالوا حياة قلبي وافراحي. ها قلت ايه؟